حد. مساحتك كانت عامله ازاي يعني وقت التجارب التانية خلال الست سنين اللي فاتوا؟ لا اديت فرص كتيره واتخطبت مره كمان، يعني اديت فرص بصراحه، ولان انا بقيت انضج بكتير جدا فبقول ان الفرص بتبقى اقل، لان مش لان مفيش ناس بتيجي، في ناس بتيجي كتير، بس احنا انضج او انا انضج فانا بكون سيلكتيف اكتر، فالموضوع بيعمل يعني مشكله. ريم، الفرص التانية اللي بتديها زي ما انت قلتي في الاول انت مش بتدوري، بس نفترض انت قابلتي شخص ما معجب بيكي معجبه بيه، هو بتحركي على ايه؟ طيب انا بس شويه علشان الموضوع لسه حصل من سنه، هو بس عباره عن سنه اللي فاتت بس، فلا انا لسه بحاول اتصالح مع حاجات كتير حصلت، لانه في حاجات كتير اذتني، في كذا حد حاولت اديله فرصه بس لا، بلاقي نفسي ان انا لسه في جزء فيا محتاجه اتصالح معاه قبل ما ابقى في علاقه عامه. لكن انت مش رافضه فكره ان يبقى في علاقه تانية خالص؟ لا خالص. نهى، انت رافضه فكره ان في علاقه تانية خالص؟ لا خالص. بتسعي لده؟ لا مش بسعى، بس لو قدامي فرصه. بتسعي بهدف فرص ولا لا مش مستعده دلوقتي؟ شايفه ان انت خلاص تجوزتي ومستعده؟ لا انا شايفه ان انا مستعده ومستعده نفسيا جدا، وعلى فكره من بعد الطلاق على فكره بفتره صغيره انا تمام، محتاجه فتره يعني ارتاح نفسيا طبعا شويه افصل، وبعد كده طبيعيه جدا يعني، وبدي فرص، بس انا شايفه ان يعني